المشاهدين نرحب الآن بالسيد محمد الملك طبعا في هذه المحلات وسط البلد وهي متخصصة بالمطرزات الشرقية. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك. مساء النور. بداية يعني إحنا بنحييك على المهنة حقيقة التي قد تكون اندثرت، يعني هذا تراث شعبي قديم سواء بالأردن أو فلسطين، يعني وكما نشاهد أنتم طبعا الآن كلها مشغولات يدوية، شيء مشرف. بداية نعرف أستاذ المشاهدين بحضرتك. محمد ملك، عندي مشغل مطرزات شرقية وخياطة. بلشت بشغلي من تقريبا من 95 94 هيك شيء، والحمد لله رب العالمين مستمر فيه لليوم. الحمد لله. طبعا أنتم محلاتكم وسط البلد، نحكي عن هالمحلات متى تم افتتاحها ونحكي عن طبيعة عملكم، شو بتقدموا خدمات؟ شوف، وسط البلد معروف سوق قديم كتير في عمان وبيعتبر تراثي اصلا. احنا الخدمات اللي بنقدمها اللي هي خدمات المطرزات على الاثواب الفلاحي، على العبايات، بالاضافه انه جديد اتجهنا للي هي الاكسسوارات والهدايا مثل اطقم البيبي اللي مكتوب عليها الاسماء، المحافظ الرجالي الستاتي، الشغلات التراثيه، الاشياء اللي زي هاي. يعني أي نوع من المطرزات تقدموا؟ هل هي تعود لمناطق معينة لفترات معينة ولا صار تطوير عليها؟ لا، احنا طورنا عليها طبعا، احنا لأنه شغلنا على الماكينات الصناعية اليدوية، فإنه بتكون هاي إنه عبارة عن أشكال هندسية، أشكال ورد، أشكال كذا، طورناها عن الغرز القديم اللي هي باليدوي، فعشان هيك إنه نمط جديد ونمط إنه بيستمد من الماضي وبيعطي الحاضر. يعني يعني الآن أنتوا ليس مختصر العمل على الأثواب، هناك أمور أخرى مثل زي ما احنا شايفين ملابس الأطفال أو ألعاب الأطفال أو الأكسسوارات زي ما احنا شايفين، يعني زي هالمجموعة من الجزادين راح نستعرضها الآن يكتب عليها الأسماء، يعني هل يتم الاستعانة بالماكنة بطريقة حرفية؟ يعني هذا ندل على شيء، ندل على حرفية عالية، يعني شيء جميل جدا. تحدث عن هذا الموضوع. شوف، هاي الاكسسوارات وهدول يعني موضوع كتير مرغوب عندنا في الأردن صار، وموضوع يعني إنه البيبي بيكون متميز باسمه، بيكون متميز، في ناس بيكتب اسم الوالد، اسم العيلة، أشياء كتيرة هاي، وبالإضافة للمحافظ وهدول. هاي الموضوع بنستخدم فيه اللي هو الخط العربي بكافة أنواعه، وبنفس الوقت على الماكينات اليدوية. الخط العربي يعني بتكون مكتوب الاسم ولا يعني انت عندك فكره بالخط العربي؟ فكره بالخط العربي، ترسم بالابره نفسها انت؟ بالابره نفسها بالضبط. جميل جدا، يعني جميل جدا. احنا بدنا نستعرض الان يعني بعد قليل هذه اللقطات عمليه الحياكه، يعني نقدر نقول مثلا على احدى الجسدين، بس نستمرين نتحدث عن معوقات العماله. ايش في تلاقوا معوقات بشغلكم؟ هو شوف، كعمالة انه عمال، تلاقي عمال شحيح جدا، عمالة وافدة، اذا بدك تجيب عمالة وافدة مسموح لنا باثنين او ثلاثة. ابن البلد هنا مش كلياته بتيجي بتقول له تعال داوم كذا، ما بده يشتغل على ماكينة، معظمهم بده مكتب، بده يقعد، بده يكون مرتاح. احنا بنعاني انه ساعات دوامنا طويلة، فمش الكل بيقدر يتحملها، مع انه يعني في فايدة بالمقابل. انت بتداوم ساعات طويلة برضو انت مستفيد في نتيجة. نتحدث عن يعني آلية التسويق الجديد الآن، يعني احنا بالعام 2017 التسويق اختلف تمام، هناك تجارة إلكترونية، تسويق عبر الإنترنت. يعني انت بتقول لي في عندي موظفات ولكن ما بدأوا من عندي، يعني شغلهم بالتسويق. نتحدث عن هذا الجانب وكيفية ترويج لشغلك. هو شوف، هسا اول كان قبل ما يجي الانترنت وهذا، كان انت تكون في محلك وتستنى الزبون لما يجيك. هسا صرت انت توصل للزبون وهو ببيته، هو ببيته، هو بمكتبه، بسيارته، بشغله، انت توصل له. احنا عندنا موظفات اللي هم مندوبات مبيعات، اونلاين كل شغلهم عن طريق الاعلانات على الفيس، على المواقع التواصل الاجتماعي كاملة. كلياتهم، حتى المندوبات اللي عندنا كلياتهم يا موظفين يا طلاب جامعات، ربات بيوت، موجودة في بيتها في جامعتها في هذا، وبالمقابل هي شغالة، يعني لا بتاخذ انت من وقتها ولا هي اي شيء بتعاني. وحتى انه عندنا خدمة التوصيل صار يشتغل معنا فيها متقاعدين، هدول كل هاي الامور. يعني الاونلاين بصراحة كتير فرق معنا. جميل جميل. انا حاب ارجع لموضوع المطرزات، هذا التراث العربي الاردني الفلسطيني الاصيل، هل نستطيع ان نقول انه اندثر؟
يعني ولا في 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 عودة لهذا التراث؟ هو شوف من سنوات سابقة بلش يتراجع وضعه، بس الأيام هاي بصراحة بلش يرجع الموضوع، لأنه صار يدخل بأكثر من شغلة. يعني في ناس بصراحة شغالة إنه بتحيي الموضوع هذا، لو بتتابع على التواصل وهذا في ناس قاعدة بتدخل المطرزات والأشياء بكتير شغلات صرنا نشوفها، على مثلا حتى على أشياء بسيطة، مثلا أنت لو بتشوفها على صينية على باكيت محارم على، بس هذا إحياء، صار في ناس كتير ترغب التطريز والمطرزات القديمة. نعم بتعلموا يعني أستاذ محمد بتعطوا فرص لو إجاك شباب مثلا يقول لك بدنا ندرب أو نتعلم التطريز، بتساعدوا لك رغبة أنه يكون في تواصل مثلا و يعني ينتشر هذا الفن؟ ما عنده أي مشكلة، أي حدا بده يتعلم إحنا جاهزين. يعني أنا لما بلشت رحت على التدريب المهني وسجلت وأخذت دورة عندهم، والواحد زي ما كان يدور على أي شخص يعلمه مستعدين نعلم أي شخص بده. إحنا نتمنى لك التوفيق. قبل أن ننهي، نعمة الأمن والأمان هالمنظومة الجميلة شو بتعني لك؟ هاي أكبر نعمة نحمد الله عليها، طبعا الله يديم سيدنا على رأسنا، ويعني الشباب بالأمن العام بالجيش وهدول مش مقصرين نهائيا. بيكفي أنه أنت بالشوارع أي وقت بدك إياه بتروح بتيجي، ما في حدا بيتعرض لك، أنت بتمارس شغلك بتمارس حريتك براحتك، هاي أكبر نعمة من الله والنعم بالله. يعني أستاذ محمد أنا بحييك، ومستمرين في لقائنا المعروف سيدي عن جلالة الملك عبد الله أنه قريب من الناس وغير من الشارع، ابن بلد أصيل، عامل منتج، فنان في مجال التطريز، سيد محمد الملك. لو قدر لك والتقيت بجلالة الملك عبد الله ابن بلد أصيل وابن عائلة كريمة، شو ممكن تحدث مع جلالة الملك؟ أول شيء هذا شرف كبير لي، بتمنى أي مواطن أردني يعني جد ما بعرف وقتيتها شو إنه يكون ردة فعلي، بس هذا شرف وأي مواطن بتمنى. أكيد إحنا بنتمنى لك التوفيق أستاذ محمد الملك طبعا من الملك المطرزات الشرقية. نشكركم على حسن الاستقبال، رمضان كريم، ونتمنى لكم مزيد من النجاحات والتوفيق. ومع هذه اللقطات ننهي هذا اللقاء، شكرا جزيلا. شكرا لك كثير، والله يوفقك، وكل عام وجلالة سيدنا بألف خير، والشعب الأردني بألف خير، ويعطيكم العافية.